هي طريقة جديدة تدخل في إطار البيداغوجيا الموازية اللي هي يستعملوها في العالم الكل تويك، كما المونتسوري. تعتمد الطريقة هذه على تقنية المسرح، ناخذ ألعاب مسرحية، ألعاب درامية، وإلا ألعاب عادية، نقري بها الصغير اللغة الإنجليزية بهدف تحبيبه في اللغة. في 2019 اكتشفت اللي فما مؤسسة في إيطاليا يقدموا التكوين كيفاش تستعمل تقنية المسرح في التدريس. دونك سافرت، مشيت قريت غاديكا ورجعت لهنا لتونس، حاولت نحطها في الإطار التونسي. معناه ديجا حتى خلقنا شخصية اسمها مامية. مامية هي شخصية جدة مامية، كانت تونسية كبيرة، كانت عايشة في أمريكا وجات لهنا، فقدت برشا من اللغة التونسية متاحة. دونك هي تعاون الصغار باش يتعلموا اللغة الإنجليزية، وميم طون هما يذكروها باللغة التونسية. Mia is going to say two colors. The two colors are black. Oh, colors! No. عمري 7 سنوات. ونحب تشرع عبير خاطر غني ونصح وطلعنا. نقرا ونلعب فرد مرة. كي نجي هنا نتعلم برشا حاجات. نحن كي نجيو لهنا نعملو برشا حاجات، نعملو دي اكزارسيس، نلعبو نغنيو، معناها نلعبو بالقراية، نتعلمو برشا حاجات. وفي المكتب معناها هما يكتبوا كهم من غير ما يعلموا. نحس لهنا نتعلم أكثر قاعدة، قاعدة تحسن مستوية ونحبها برشا. مش كيف في تونس كاها وفي العالم العربي الكل. معناه الحفظ ما غير فهم تاريخ، ما يعرفش شنو جغرافيا، ما يعرفش شنو الانجليزيه، يحفظوا قواعد وما يفهموهاش شنو هي. دونك بالنسبه لي انا كما قلت لك، معناها طريقه اللعب والمسرح والتحرر الجسد نتاعو، يحرك بدنه، ما يقعدش واقف، تخليه هو في يقبل المعلومه. اول مره كان سربرايز بالنسبه لهم هما، خاطر كانت طريقه مختلفه على اللي موجود في المدرسه. حبوا المره الاولى الامبيونس، ومن بعديش بشويه ولاو تغرموا باللغه الانجليزيه. Go! Cocorico! Cocorico! Wake up! Time to work! Wake up! It's time to shake up! غادي نقعدوا نقراوا ونكتبوا وتتشرع عبير ياسر محلاها وتشيخنا. نتعلم ونلعب لعب بالانجلي وتعطينا اوراق ونمثل مسرحيات. انا عندي شهرين نقرا لهنا، وكي نجي لهنا نعمل برشا جو ونلعب ونقرا ونغني ونكتبوا ونعمل برشا حاجات. لهنا خير خاطر المدرسة كان نقراو ويعلمونا شوية حاجات سهلين، أما لهنا يعلمونا حاجات صعب وحاجات سهلين ونلعبوا بالقد. ومعلمة متاعنا محلاها ديما تشيخنا تعطينا بوس ونلعبوا مع بعضنا احنا. يعرف اللي هو ماشي باش يستمتع، باش ياخذ معلومات تفيده في المستقبل. وقتها يبني انسان متحضر، قاعد فاهم شنو قاعد يعمل ويحب في اللي يعمل فيه ويطور بلاده. نلعب
نعملوا غادي كانت نلعبوا بالبالونز نضحكوا 1 2 3